طبعا من لا يعمل لا يخطأ، والعمل في مجال التسيير الرياضي في المغرب مليء بالألغام وأحداث النجاح وكررها. هناك الكثير من أحداث النجاح الذي حاربوا هذا المشروع، لكن في مدينة فاس هناك خصوصيات غريبة أساسها الشك والنقد، الهدام لأي رئيس يتولى مهمة رئاسة المعص ومحاربته بدون أسباب مقنعة. لماذا نحارب شخص كيجبد الأموال ديالو باش أن إغطاء فريق وخلق فريق تنافسي؟ لا يمكنني الاستمرار من الآن على رأس جمعية المغرب الرياضي الفاسي، وأعلن عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الفريق إلى حدود انعقاد الجمع العام. كما أخبركم أنني لن أقدم ترشيحي خلال الجمع العام المقبل نظرا للظروف العمل التي تجبرني أن أكون بعيدا عن مدينة فاس لمدة طويلة، وواعيا مني بأن تسيير الفريق ينبغي أن يكون من أبناء المدينة القاطنين منها، أترك لهم ذلك حتى يتمكنوا من التدبير اليومي ومتابعة كل صغيرة وكبيرة للفريق. اللجنة سيترأسها السيد عبد السلام الزاز، فهو المخاطب المباشر ابتداء من نهاية هذه الندوة. من جهة أخرى أصرح أن الشركة ستبقى مستمرة على شكلها الحالي وستعمل على مواصلة إتمام كل الأوراش المفتوحة. واحد البتيت بارونتيز سي دو لا بون فوا كون كونتينيو هاد لا سوسيتي دو لاك. الحمد لله عندنا الشركات ديالنا مربحة الحمد لله، ماشي شركة المغرب الفاسي اللي غادي تربحنا أو لا غادي تعطينا شي مزيد من أي شيء. الحمد لله الشركة، كل شركة راه معروفة إلا ما دخلتيش فيها الأموال راه الشركة اللي كاريك. الشركة خصها أموال، هاد الأموال ديال المستثمرين وشركات تا هما ومؤسسات تا هما الذي هاد الأموال راه ديالهم فيزافي ديال لي زامبو. هاد الشركات هادو راه خصهم يعني الحسابات ديالهم يكونوا مضبوطة.